وحول قرار مجلس النواب الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد ممدوح الصالح، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس. أهلا بك سعادة النائب، بعد التحية، كيف تقيمون هذا المشروع بداية، وما هو تأثيره على الاقتصاد الوطني والأسرة البحرينية؟ بداية مسي عليكم بالخير. طبعا لا شك أن الوباء العالمي قد أدى إلى تأثيرات في الاقتصاد العالمي، وهذه الآثار تحتاج إلى إدارة حكيمة وثاقبة لمواجهتها، حيث تصدت لها مملكة البحرين بتوجيهات حكيمة ومدروسة من لدن القيادة الحكيمة، وبتوجيهات من جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، وإدارة حكيمة من لدن ولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للتعامل معها عبر قرارات شملت حزمة اقتصادية قوية لمواجهة كورونا من خلال دعم القطاع الخاص. وإحدى هذه الحزم المهمة هي دعم العاملين في القطاع الخاص في تسديد الرواتب للعاملين البحرينيين، والذي يعد بحق قانون غير مسبوق لم يحصل حقيقة في أي دولة أخرى، وهو ما يعبر عن حرص سمو ولي العهد الله يحفظه على المواطنين من أبناء العاملين في القطاع الخاص. طبعا أهم الآثار اللي عكست على الاقتصاد الوطني بشرحها في خمس نقاط سريعة. النقطة الأولى، تمنح الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص القدرة والمرونة الكافية للتكيف مع الأوضاع التي نتجت عن تداعيات هذا الفيروس، والتي كبدت العديد من الاقتصاديات حول العالم خسائر كبيرة. النقطة الثانية، تحقيق الأمان المالي للمواطنين من حيث توفير مصدر العيش الكريم للمواطن. ثلاثة، توفير السيولة المالية داخل البلد، واللي أكيد بدورها ستؤدي إلى المحافظة على الوضع الاقتصادي الجيد اللي تشهده مملكتنا الحبيبة. النقطة الرابعة، منع أي ركود اقتصادي يحصل جراء فقدان الوظائف خلال انتشار هذا الوباء. والنقطة الأخيرة الخامسة، طبعا هذه الحزمة عملت على وجود حالة من التفاؤل حقيقة لدى رجال الأعمال ولكل المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهذا بلا شك راح يعود إلى انتعاش الأسواق أما قريب. نعم بلا شك، هو يعني قرار من شأنه أن يطمئن العاملين في القطاع الخاص، ولكن ما هي الفئات المشمولة وإلى متى سيستمر هذا الدعم، وهل هناك يعني هل من المرجح أيضا أن يستمر لشهور طويلة في المستقبل؟ بالحقيقة احنا نتأمل ونتفائل دائما أن إن شاء الله ما تستمر هذه الأزمة طويلة، هذا أول نقطة. النقطة الثانية، طبعا احنا نتكلم عن 100,000 بحريني من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهما هذه الفئة اللي بتشملها هذه الحزمة أو هذا تحديدا الدعم اللي من التعطل له قيمة تقريبا 215 مليون. بلا شك أن اليوم احنا لما نتكلم عن هذه الحزمة، طبعا هي جرت معها مجموعة من الحزمات والمبادرات اللي تم تقديمها من قبل سمو ولي العهد، اللي هي تأخير الدفع أو حكومة البحرينية راح تتكفل بدفع كافة المصاريف للكهرباء والماء والبلدية، وكذلك توجيهات البنك المركزي للبنوك بإيقاف جميع القروض لمدة 6 شهور. طبعا احنا لما نرجع إلى نفس القانون، هذا هو راح يشمل دفع أجور البحرينيين مثل ما تفضلنا 100,000 موظف بحريني في القطاع الخاص لشهر 4 وشهر 5 وشهر 6. نعم شكرا، وضحت الصورة. شكرا لك سعادة السيد ممدوح الصالح، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس، شكرا جزيلا لك.